النادي الأهلي دائما، وده سيظل نهج البيت الكبير خلال الفترة القادمة. شادي أحد أهم نجوم النادي الأهلي و خد بطولات كتيرة جدا في النادي الأهلي، ولكن من وجهة نظره مشي في اتجاه، ما عندناش مشكلة في الاتجاه اللي هو مشي فيه، ولكن في النهاية الدفى اللي انت بتتكلم عنه يا شادي هو ده اللي احنا بنحاول نعرفه للناس، لان هذه هي الحقيقة وهذه هي القيم والمبادئ والأخلاق اللي احنا دايما بنمشي عليها وهنفضل ماشيين عليها في اي حاجة، في طريقة ردنا على اي حد بيسيء للنادي الأهلي، في اسلوبنا، في كلامنا، في اي حاجة. بالمناسبة واحنا بنتكلم طبعا ابعتوا لنا على الشاطر شادي اي حاجة، اي اسئلة. انا النهاردة طبعا فريق الاعداد احمد عويس وبقيه الفريق بالكامل عاملين لي اسئله كتيره جدا، ولكن انا في النهايه انا عارف انت قد ايه بتحب جمهور النادي الاهلي ومرتبط بجمهور النادي الاهلي، فابعتوا لنا يا جماعه اي سؤال حضراتكم عايزينه على الشاطر شادي، الشاطر شادي على الفيسبوك، على التويتر، على اي حاجه. وكالعاده انا متاكد طبعا ان حلقه النهارده بوجود طبعا النجم شادي محمد هتبقى ترند كالعاده يعني دائما. شادي عدى الموقف والامور عدت، ولكن ما زلت حتى هذه اللحظة في ناس بتستغل هذا الموضوع ضد شادي محمد. عموما يعني انا بتكلم بشكل عام، ما بتكلمش على حد معين يعني. بالظبط. خليني احكي موقف تاني سريعا، وانا بستشهد باسماء علشان الناس تفهم في الكواليس بيبقى فيه ايه. ايوه. جالي تليفون مهم جدا قبل من قصة استاد السلام، لما كان النادي الاهلي مضى العقد ويبقى ملعبه استاد السلام. فالنادي الاهلي كان عايز كل اولاده حوالين مجلس الاداره، وكان الفكره دي جايه من مجلس الاداره. ايوه. جالي تليفون من الاستاذ جمال جبر رئيس المركز الاعلام الساعه 12، قال لي كابتن شادي انا اتصلت بيك كتير جدا امبارح، قلت له معلش والله كنت مسافر ولسه جاي. فقال لي انت بكره الساعه 5 لازم تبقى موجود، وانت مجلس الاداره طلب ان انت تبقى موجود. ف بصراحة قلت مش مجلس الإدارة، هو يعني عايزني أبقى موجود وسط اللعيبة والنجوم، وهم دعوا كل نجوم كتير جدا. ثم اتصل بيا الساعة 3 تاني. مش الماتش الجامد اللي احنا عملناه؟ أيوه. كنت هتكسر لي دماغي. فالمهم جالي تليفون تاني فقال لي أنت لبست ولا لبست؟ قلت له جمال هسألك سؤال صريح، أنا دلوقتي اللي داعيني حضرتك ولا مجلس إدارة النادي الأهلي ولا أقلل من حضرتك؟ قال لي والله العظيم الاسماء قدامي اهو، وانا شادي لازم يبقى موجود، اتقال لي كده بالحرف من مجلس اداره النادي الاهلي. قلت له يا استاذ جمال انا بلبس وجاي. لما رحت الجميل في الموضوع انا داخل بالصدفه كالعاده، عشان دايما النوايا الخالصه والله ربنا بيمشيها كده، فاللعيبه كلها قاعده في مكان. هي دي الصوره تهيألي اللي في بالظبط في سيد السلام. بالظبط. فداخل كده فدخلت لقيت كابتن محمود الخطيب مع سياده الوزير استاذ العمري، سياده الوزير العمري فاروق، واعضاء بقيت اعضاء مجلس الاداره. فشافني هو ما كانش بيسلم على حد اساسا، يعني كان بيسلم كده الكابتن محمود. فالصراحه اول ما شافني راح جاي سلم عليا وقال لي انا مبسوط اللي انت موجود. قلت له يا كابتن احنا في ظهر حضرتك في اي وقت. فمش معنى اللي احنا بنقوله، انا بقى ردا على السؤال، فدي حاجه برضو كانت قبلها، فالعلاقه خلاص الموضوع منتهي، مش عشان انت بتطلع في قناه تتكلم. على فكره انا ما اقفش جنب النادي الاهلي لما يبقى في حاجه غلط بالمناسبه. طبعا. عشان في جماهير لازم طول الوقت تحترمك. طبعا. لكن انت بتقف في ظهر ناديك ومجلس ادارتك ولاعيبتك في الحق، انت مثلا في تزييف لتاريخ. مثلا تيجي تقول لي بطوله الصفاقس، تيجي تقول لي اللي خدها نادي، دي حاجه محتاجه النقاش. تيجي تقول لي من 20 سنه نادي القرن، دي حاجه محتاجه للنقاش. تيجي تقول لي الطايره مش عارف بتعمل ايه وانت مش فاهم تاريخ الطايره في الدوري العام عامل ازاي، دي حاجه محتاجه للنقاش. فانا الحاجات دي كلها اللي بتستدعي الواحد يرد. ايوه. لكن مش تطلع ترد. هل معنى اللي انت تعمل كده يبقى انا عايز ابقى عايز حاجه؟ طب ما على فكره لو عايز حاجه بالمناسبه هروح لمكتب مجلس الاداره واخبط على كابتن محمود وهطلب الحاجه اللي فيها قيمتي وفيها تاريخي.